معايا دلوقتي والد الطفل آسر، الأستاذ عمرو فاضل، يحكي لنا إيه اللي حصل بالظبط. الحقنة دي اللي أخذها آسر، أخذها فين؟ في أي مستشفى؟ في أي مكان؟ وإيه اللي حصل بعد ما أخذ الحقنة؟ أستاذ عمرو مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو، وبشكر حضرتك على اهتمامك اولا، واحب اشكر طبعا معالي الوزير على اهتمامه بحاله اسر. دلوقتي انا بس عايز اعرف حضرتك بس الحوار من الاول، يعني اسمح لي بس لو حضرتك اسمح بس عشان اشرح الوضع من اوله. انا طبعا مش بخوف الناس خالص من التطعيم، لكن بس الناس بدات تقول ان التطعيم فاسد والكلام ده كله، وممكن يكون خطا شخصي من الممرضه، او كان في تلوث في الحقنه ذات نفسها اللي هي السرنجه، او ان التعقيم مفيش تعقيم، طبعا مفيش تعقيم خالص في الصحه. بدايه بقى انا عايز اشرح الوضع من الاول خالص، انا حبيت اطمن بس الناس عشان الوضع حصل فيه لغط جامد ودخل في امور اخرى. انا حبيت اوضح النقطه دي لان التطعيم مفيهوش فعلا اي مشكله، يعني عشان ايه الوضع. زي ما قال لنا اولا الدكتور خالد دلوقتي. تمام، يعني انا بشكر طبعا دكتور خالد وبشكر معالي الوزير يعني طبعا شخصيا على اهتمامه بي. دي اول حاجه. انا توجهت باسر ابني يوم 21/2 مكتب صحه اول المنصوره في شارع جيهان، تمام. تمام. تطعيم السنه ونص اللي هو التطعيم الثلاثي ده انا ما كنتش اعرف، انا عن نفسي كمواطن عادي ما اعرفش اسماء التطعيمات ولا حاجه، انا عارف المواعيد في الجدول اللي هو البطاقه الصحيه معايا بمشي بالمواعيد بتاعه التطعيمات. سالت بعديها بيومين ثلاثه طبعا اصدقائي بيقولوا لي ان التطعيم بتاع السنه ونص ده ممكن يورم الفخذ شويه، ممكن يحصل له ارتفاع في درجه الحراره. يوم 25 الحراره ما بتنزلش والورم بيزيد، يعني في الثلاث اربع ايام من يوم 21 ليوم 25 ما سكتش بقى، خدت اسر ابني ووديته لدكتور خاص بره، دكتور استاذ كليه الطب هنا جامعه المنصوره، طبعا اساتذه الطب بسم الله ما شاء الله عليهم يعني عندنا في المنصوره. قال لي ده خراج، ده نتيجه تطعيم، يا اما التطعيم فيه مشكله، يا اما الحقنه ملوثه، يا اما مكان التطعيم يعني كان ممكن يبقى فيه حاجه على الجلد، فانت طبعا خدت الحقنه ودخلتها على طول للمكان جوه. تاني يوم اللي هو 26 توجهت بيه لدكتور جراح كبير برضه في جامعه المنصوره، هو اللي فتح له الجرح، تمام، بمعرفته الشخصيه يعني. تمام. الحمد لله الوضع تمام الحمد لله، حالته، بس انا حالة طبعا آسر دلوقتي عاملة ازاي؟ والله اسر دلوقتي طبعا حالته متاخره جدا، دلوقتي هو في مستشفى الاطفال الجامعي تحت اشراف طبعا استاذ الدكتور احمد الرفاعي، ده استاذ مدير مستشفى الاطفال الجامعي، طبعا بوجه له الشكر والتقدير لان يعني تبنى حاله اسر. هو استاذ الدكتور محمد الغزالي ده استاذ جراحه الاطفال هنا، وقال اول ما شافه اسر قال لي التطعيم اصلا مكانه غلط، يعني بدايه التطعيم مكان المكان اللي واخد فيه التطعيم اصلا غلط. طيب. ده اول حاجه. ثانيا ان ده نتيجه تلوث حصل. نتيجه تلوث.